عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا، وهو بالذات في موسم الخريف. يأتي الضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجار طالبين منهم بعض الأشياء دينا، مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد. فيقوم التاجر بتسليمه مثلا كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو 3 أكياس بعد الحصاد، أو يسلمه مثلا مبلغ 10 جنيهات شرط أن يسلمه هو كيس ذرة وقت الحصاد، علما بأن قيمة كيس الذرة حاليا 100 جنيه. وخلاصة القول بأن كل دين لابد أن يكون عائده الضعفين أو 3 أضعاف. فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية؟ أحلال عملهم هذا أم حرام؟ أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز. نعم. لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه جنس بيع بجنسه مؤجلا، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة. نعم. وأما بالنسبة لما ورد في آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقودا على أن يدفع له ذرة بعد أجل، هذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به، وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بدين السلم والسلف. وأما ما ذكر من أن مثلا الغني يضعف ويكثر الربح على الفقير، في أنه مثلا في دين السلم مثلا يدفع له نقودا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعاما كثيرا أكثر من الضعفين، هذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة، بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررا فاحشا. أحسن الله إليكم.